حلقاتكم مشاهدينا، معكم الكوتش معتصم نوارة. اليوم رح نعمل تمرين الأرجل. طبعا تمرين الأرجل جدا مهم، لأن مجرد رح نلعب تمرين الأرجل التستيرون اللي في الجسم منبعه من الأرجل من أسفل الظهر، فضروري تمرين الأرجل واحد يعتمد عليه وما يطنشه، ولا إنه يحكي إنه التمرين متعب أو ما بدنا نلعبه، لأنه هو فيه فائدة لكامل الجسم. فخليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم. طبعا احنا هلا راح نبلش اول تمرين في الاجرين. طبعا ما بدنا ننسى انه احنا بدنا نعمل احماء في البدايه، كان على البسكليت او على التريدميل، نحمي بين 10 دقائق لربع ساعه، نعمل احماء للاجرين بشكل كامل عشان ما يصير عندنا اصابات ونبلش بالتمرين. راح نبلش هلا اول تمرين عندنا هون في تمرين سكوات الحر على البار. من هون راح نبلش هيك، اهم شيء نكون متمركزين مزبوط ونكون شادين أسفل الظهر يوم ننزل، وما ننزل بالركب من هون، ما بدنا ننزل هيك بهاي الطريقة، احنا بدنا ننزل هون بهاي الطريقة هون. واحد هون، اثنين، ثلاث، أربعة، تركيز، خمس، ست، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. نعمل كمان خمسة، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس. طبعا تمرين السكوات هذا بيستهدف الاجرين، كان امامي او خلفي، باخذ زوايا كثير منيحه، واهم شيء انه احنا يوم بدنا ننزل نكون شادين اسفل الظهر عشان ما يصير في عندنا اصابات، يكون الظهر مستوي ما يكون في انحناء في الظهر. هون نعمل كمان جوله. خمس، طبعا احنا هيك عملنا جولتين، بامكاني نعمل كمان جولتين على السكوات هون مع زياده الوزن مع فرقيه التكرار. خليكم معنا هلا التمرين اللي بعديه. هلا راح نبلش معاكم في التمرين الثاني، هو تمرين اللانجز. اللانجز بامكاننا نلعبه احنا على البار، بامكاننا نلعبه على الدامبلز. احنا هلا راح نلعبه على الدامبلز بطريقة متبادلة بدون مشي، ثابت مكاننا بهاي الطريقة. هون رح نكون هون هيك، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، عشرة. هيك عملنا تمرين اللانجز بطريقة متبادلة، ثابت بدون ما نمشي، وعلى طريق الدامبلز مش عن طريق البار. خلينا نعمل كمان جولة بنفس الطريقة والتكرار. واحد، اثنين، عشرة. هيك عملنا جولتين من تمرين اللانجز، ضل في عنا جولتين نعملهم بنفس الطريقة. خليكم معنا التمرين اللي بعده. هلا احنا رح نكون هلا في التمرين الثالث هون. طبعا زي ما احنا عارفين انه حسب انا وضعية اجري هون، حسب انا وين بستهدف، اذا اجري بيكونوا مفتوحين من هون اكثر بستهدف منطقة الدواخل للاجرين، هون بكون انا مستهدف الاجرين كلهم بشكل عام الامامية والجانبية، وهون بكون مستهدف الجانبية اكثر. احنا هلا راح نبلش اليوم بدنا نستهدف بشكل عام العضلتين اللي هم الامامية والجانبية من هون. راح نبلش هلا بهون التمرين من هون هيك، من هون
واحد اهم شيء تركيز، واهم شيء اني ما اطلع على الاخر افرد ركبي هون على الاخر، لازم يضلوا متنيين عشان ما يسبب في عندي هون اصابه في الركبه. ثلاث اربعه خمسه سته سبعه، اهم شيء التركيز طبعا ما بدنا سرعه. ثمانيه تسعه عشره واحد اثنين ثلاث اربعه خمسه. زي ما حكينا اهم شيء لازم يكون في عندنا تركيز ونكون عارفين العضله احنا مستهدفينها بالضبط وين. هلا بدنا نزيد الوزن كمان من هون، نعمل كمان جوله، نرجع على نفس الوضعيه اللي كنا حاطين اجرينا فيها عشان نضل مستهدفين احنا نفس العضله اللي حكينا عنها. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، كمان خمسة بنعمل. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. هيك احنا عملنا جولتين، وزي ما حكينا بنعمل أربع جولات. هيك عملنا احنا جولتين، التكرارات بين 10 ل 15 حسب زيادة الوزن. خليكم معنا هلا لكمان تمرين جديد. هلا رح نبلش معاكم في التمرين الرابع، تمرين رفرفة للأرجل، وبكون مركز برضه على الأرجل الأمامية من هون بالضبط. هنبلش هون، واحد اثنين ثلاث هون بالضبط، جهتين هون، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أهم شيء التركيز، أنا بضل أركز على هذا الموضوع، ما بدنا سرعة عشان نركز إزاي والعضلة اللي إحنا شغالين عليها. 12 13 14 15. هون زي ما إحنا شايفين نستهدف الفاصل اللي ما بين العضلة الجانبية والعضلة الأمامية، تمام؟ هذا التمرين جدا مهم. بنزيد الوزن هسا، نعمل كمان جولة بنفس الطريقة هون، تركيز. واحد اثنين ثلاث أربعة هيك. زي احنا لعبنا جولتين، وزي ما احنا عارفين لازم احنا كمان أربع جولات هون، والتكرارات اللي هي ما بين 10 12 15 حسب الحاجة وحسب شو الوضع اللي انت بدك اياه. بدك ترفع وزنك او عفوا بدك تنشف الجسم حسب برنامج الاكل ما احنا فاهمين، بس حسب التكرارات اللي انت بتلزمك لعندك. عملنا جولتين ورح نعمل كمان جولتين. خليكم هسه معنا نعمل التمرين الخامس، رح يكون الاجرين الخلفية. خليكم معنا. هلا رح نبلش في التمرين الخامس على نفس الماكينة هون، الرفرفة، بس هون رفرفة خلفي للإجرين الخلفية من تحت. خلينا نبلش من هون، واحد تركيز، اثنين ثلاث أربعة هون مشغلين، خمسة ستة زي ما هي واضحة برضه هون، سبعة ثمانية تسعة عشرة، كمان خمسة. واحد اثنين ثلاث
أربعة خمسة. طبعا قدر الإمكان إحنا نحاول نخلي إجرنا من هون البوت يكون إحنا شادينه لورا عشان نكون مساعدين إجر خلفية، ما بدنا يكون هون إجرينا هون لقدام، إجرينا هيك يكون لورا عشان نكون ضغطين عليها من البداية، الضغط هيك بصير أقوى على الإجر الخلفية، بنكون مساعدينها بشكل أقوى وأفضل وتركيزها بكون أعلى. خلينا هون نزيد الوزن، نعمل كده الجولة بنفس الطريقة هون. واحد عشرة، كمان خمسة نعمل هون. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، هيك احنا عملنا جولتين، وبإمكاننا نعمل كمان جولتين بعديها على نفس الطريقة مع زيادة الوزن ونفس التكرار. هلأ رح نعمل كمان تمرين، فخليكم معنا. هلأ رح نعمل آخر تمرين هون لبطاط الإجرين عن طريق المشين من هون بهي الطريقة هون، بكون طرف الأصابع هم الموجودين طرف الأصابع عشان يكون الضغط على البطة، تركيز على البطة أكثر. هون ننزل هون نثبت، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، كمان خمسة، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. طبعا هون التمرين هذا بده تركيز بطة، يعني عضلة صغيرة، مش لازم انه نضغطها كثير ولا نحملها أوزان عالية قدر الإمكان، اللي هي تقدر تساعد إنه بصير كثير تشنجات واستفات في بطة الإجر، فعشان هيك لازم يكون بتركيز. مجرد أنت ما تشعر إنه صار في عندك ستيف أو شوية وجع في بطاط إجريك، يعني ما تتردد إنك تنزل الوزن مباشرة ولعب على وزن أنت تستوعبه، مش ضروري إنك تضغط العضلة عندك بقدرة هي مش مستحملتها. نعمل كمان جولة، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، كمان خمسة، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. هيك عملنا جولتين على البطاط هون، نعمل كمان جولتين على البطاط، بس هذا في شغلات مهمة لازم نحكيها. أهم شيء إنه تعمل إحماء قبل تمرين الإجرين، زي ما بتعرفوا الإجرين هم نص الجسم، الاعتماد عليهم بيكون قوي، الإجرين هم اللي بيكونوا حملات الجسم، فالمفروض إنه إحنا نكون تركيزنا مزبوط ونكون عاملين إحماء مزبوط، لأنه لو صار معاك ثاني يوم وجع في إجريك شغلات زي هيك مش هتقدر تكمل يومك إذا أنت تمرنت بدون إحماء. عشان هيك أهم شيء إنه نعمل إحماء مزبوط قبل تمرين الإجرين عشان تاني يوم يكون يومنا مريح، ما يكون في عنا تعب، ونقدر نستمر في عملنا وفي شغلنا الطبيعي وفي تمريننا لليوم اللي بعده. ويعطيكم العافية.